بشكر وجودنا النهارده مع يعني الانطلاقه من امام النادي الاهلي ووجودنا مع يعني سيادة الوزير العام فاروق واعضاء النادي والوزاره، وهننطلق بالشباب. احنا مع طبعا النهارده الرياضه، وزاره الرياضه مع وزاره التربيه والتعليم، بدايه ماراثون دراجات من امام النادي الاهلي، وبعدين هنخلص في ماراثون مشي مع في مديريه القاهره محافظه القاهره مع السيد المحافظ. يمكن رابطين الرياضه بحاجه او اللقاءات الشبابيه بحاجه. امبارح يعني كان في احتفاليه شبابيه كبيره وكان عنوانها يعني لا للتحرش، الظاهره الاجتماعيه اللي موجوده، استخدام الاحداث الرياضيه والاحداث الشبابيه في ظواهر مجتمعيه. ده رؤيه وزاره الشباب والرياضه بنشتغل فيها شويه. النهارده الماراثون تحت هذا او وجودنا برضه تحت هذا العنوان، يبقى استخدام الشباب والرياضه في موضوعات اجتماعيه، ده شيء يعني مهم جدا وفلسفه. وكمان يعني ما هو الشباب اللي موجود، فالشباب بيتحرك مع مجتمعه خلال الرياضه او من خلال فعاليات مختلفه، ودي ادوارنا يعني. اكيد طبعا يعني ما هو المؤسسات الكبيره المصريه اللي موجوده ده يعني هي كمان ليها دور مجتمعي معانا، والانطلاق فيها بشعبيتها ده دور مهم جدا جدا جدا. ويعني احنا لازم نبقى مجتمع واحد، يعني لازم نبقى في حراك كده يعني، وكلنا في الاخر اهدافنا قوميه، وكلنا في الاخر اهدافنا للمجتمع يعني ما هو الرياضه دي صحه، الرياضه مجتمع، الرياضه تنميه، الرياضه تطوير، الرياضه شباب، دي كلها حاجات لازم نبقى يعني بنتفاعل فيها كده بهمه يعني.